بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والمبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، هو جايب لي باك فيها 80 كاونترز، بيقول لي اكس بلس 7 ار ريد واكس ماينس 11 بلو و3 اكس ار جرين، وفي عندنا جيرل درو سحبت راندملي من الباك، فلقينا ايه؟ ان البروبابيلتي اوف ريد از كوارتر. فايند ذا بروبابيلتي اوف يلو. Find the probability of of yellow. طيب هو اصلا كان في يلو كمان في البوكس، يعني هو كان في ريد، يعني كان في ريد وبلو وجرين وايه ويلو، هو ما جابش اليلو كام، بس احنا ان شاء الله نقدر نعرف. طب انا المفروض اعمل ايه؟ المفروض ان انا اجيب امسك البروبابيلتي اوف ريد اللي هو مديها لي دي كوارتر، نجيبها الاول. probability of red هجيبها ازاي؟ probability باخد number of red over total number اللي هو 80 equal quarter. طب ما انا دي انا ممكن احلها، هعمل cross multiplication اهو 4 times x 4x 4 times 7 equal 28 equal 80 times 1 equal 80. نودي 28 الناحيه دي يبقى 4x equal، هعمل دي دي minus دي 10 minus 8 2 7 minus 2 5، نرجع نودي ال 4 بالديفايدد يبقى ال x equal 13. اكس ايكوال 13 يبقى الريد كام بقى دلوقتي؟ هو قال لي الريد كانوا اكس بلس 7، يعني 13 بلس 7 يبقى 20. طب قال لي البلو كانوا اكس ماينس 11، يعني 13 ماينس 11 يبقى 2. طب قال لي 3 اكس جرين كانوا 3 اكس، 3 اكس يعني 3 تايمز 13، طبعا 3 اكس 3 تايمز 39. طب انا كده اقدر اجمع دول اعرف اليلو كام ازاي؟ أو دول انا لو جمعتهم 20 يبقى 0 بلس 2 9 11 1 اند كاري اب 1 1 على 2 3 و 3 6 61 كده. يبقى كده انا فاضل لي كام يلو بقى؟ بقيت ال 80، مش الصندوق كله 80، دول 61، اشيل 61 من 80 اتفضل 90، يبقى اليلو كانوا 90. طب هو عايز بقى البروبابيلتي اوف يلو، بروبابيلتي اوف يلو باختصار بروبابيلتي اوف يلو. طب بروبابيلتي اوف يلو يعني انت عندك كام واحده يلو؟ 90 اوفر التوتال كله كام؟ 80. دايما البروبابيلتي بجيبها اوفر التوتال. طب انا كده حليت له ايه المساله بتاعتي. طب لو رجعنا، لو جينا رجعنا للسارتس، يعني حاجات خاصه بالروتس، يعني سكوير روتس وكيوبيك روتس والحاجات دي. طيب هو عندنا السكوير روت بيعمل ايه؟ هنجيب مثلا في نمبر هنا، هناخد سكوير روت للنمبر 25 بيبقى 5. طب هو بيعمل الباور ايه؟ بياخد نص الباور، بياخد نص الباور، يعني دي كاني عامل ال 6 ديفايدد 2 يبقى 3. الواي هعمل ال 8 ديفايدد 2 يبقى 4. ليه؟ لان السكوير روت اصلا كان باور هاف، كان باور هاف. طب الكيوبيك روت كان باور 1 اوفر 3. فعشان كده هو بيعمل ايه؟ بنجيب كيوبيك روت لل 8 عادي جدا 2، لان ال 8 كانت عباره عن 2 تايمز 2 تايمز 2. طب وبيعمل ايه للباور بقى؟ بيعملها ديفايدد 3، يعني هيخلي دي اكس باور 4 ودي واي باور، هعمل 9 ديفايدد 3 يديني 3. يبقى السكوير روت بيعمل الباور ديفايدد 2، الكيوبيك روت بيعمل الباور ديفايدد 3. طيب لو جه جاب لي بقى حاجه زي كده، يعني 2 اوفر روت 5 ماينس 2 روت 3 وقال لي سمبليفاي، او مثلا ميك ذا دينومينيتور از ان انتجر، يعني مش عايز الدينومينيتور يكون فيه سكوير روتس كده، دي بعمل لها حاجه اسمها كونجوجيت. ايه الكونجوجيت بقى؟ بقوم مطول انا الشرطه دي كده شويه، واقوم عامل ايه؟ اه حاطط ده في براكت كده، واقوم فاتح براكت هنا وبراكت هنا. طب البراكتين دول هكتب فيهم ايه؟ هكتب فيهم الكونجوجيت بتاع ده، يعني ده روت 5 ماينس روت 3، هقول انا روت 5 بلس روت 3، وهنا روت 5 بلس روت 3. طب ايه ده نيجاتيف، انا زودت هنا بوزيتيف بوزيتيف. طيب بسيب ال 2 دي ما بعملهاش تايمز دلوقتي، اذ ربما يطلع لها حاجه تعمل سمبليفاي من تحت اهو. دول لما اعملهم تايمز بعض ايه اللي بيحصل؟ طالما اي هاف تو براكتس، وان اوف ذيم از بوزيتيف اند ذا اذر از نيجاتيف، خلاص فيرست تايمز فيرست، سكند تايمز سكند، يعني روت 5 تايمز روت 5 ايكوال 5، روت 3 تايمز روت 3 ايكوال، بس ما انساش ان نيجاتيف تايمز بوزيتيف ايكوال نيجاتيف، ايكوال نيجاتيف 3. طيب ما ايه كده، ايه اللي هيحصل؟ ادي 2 ادي روت 5 بلس روت 3، وعندي دي بقت ايه؟ 5 ماينس 3 ايكوال 2. طب ما انا كده ممكن اكنسل ال 2 مع ال 2، يبقى اتفضل الانسر بتاعتي او الفاينل انسر روت 5 بلس روت 3. يبقى انا طلعت الايه؟
خليت الدينومينيتور كده كانها اوفر 1، يعني كده الدينومينيتور هاز نو روتس، بقى الدينومينيتور يعتبر انتجر. لو جينا بصينا على الرسمه دي دلوقتي، دول التو كوردز دول اي سي وبي دي عاملين انترسكشن في دي. فانا بعمل ايه؟ بقوم واخد الاي باخدها 4 مرات، يعني ايه اي 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 4 مرات، باخد الاي مره مع بي ومره مع دي، يعني على نفس الايه الكورد ده، بتبقى ايكوال الاي مره مع سي والاي مره مع ايه، يعني كاني باخد الاي اللي هي البوينت اوف انترسكشن دي مره مع سي ومره مع ايه، ايكوال الاي مره مع بي ومره مع دي. طيب وابتدي اعمل سبستيتيوشن. طب انا عندي الاي بي بكام؟ باكس، معمول تايمز الاي دي اللي هو باكس بلس 12، ايكوال الاي اي بكام؟ الاي اي باكس بلس 5، معمول تايمز الاي سي اللي هو 5 اكس ماينس 12. طيب لو جيت انا خلصت دي، اكس هتخش تايمز ده يبقى اديني اكس بار 2 بلس 12 اكس. هنا دول لما اجي اعملهم هعمل اكس تايمز 5 اكس، 5 اكس بار 2 اكس تايمز نيجاتيف 12، نيجاتيف 12 اكس، ال 5 تايمز ده ب 25 اكس، وال 5 تايمز نيجاتيف 12 يديني نيجاتيف 60. طيب دي كوادراتيك ايكويشن، انا ممكن اقوم حللها اهو، يعني انا هعمل ايه؟ هنقل دول هنا الناحيه دي بعكس الساين، يبقى 5 اكس بار 2 دي هنقلها اكس بار 2 بالماينس، يبقى هتبقى 4 اكس بار 2. ال 12 دي اكس هنقلها بالماينس وهتتجمع مع دي، يبقى هتبقى نيجاتيف 12 اكس، وفي 12 اكس جايه هنا بالماينس يبقى تديه نيجاتيف 24 اكس، وفي كمان 25 اكس اهي لو جمعوا مع بعض هيدوني 1 اكس، يعني اكس يعني بلس اكس، وفي ماينس 60 ماينس 6. طيب هبتدي اعمل انا فاكتورايز واطلع الايه الفاليو اوف اكس، يعني ابتدي اعمل فاكتورايز بالكالكوليتر واطلع الفاليو بتاعه الاكس، يعني دي ممكن تبقى ايه 4 اكس 60، ممكن تمشي 15 تايمز 4، لا مش هتيجي، ممكن تمشي 20 تايمز 3 برضو مش هتيجي، يعني مش هجربها بقى على الكالكوليتر وخلاص، واطلعها واطلع الاكس. طالما طلعت الاكس سي مثلا الاكس طلعت ب 3 مثلا، اقوم معرض الاكس هنا يعني يبقى 3 بلس 5 ده 8، وده يبقى 15، وده يعني هنعرض في كل دول نقدر نجيب الايه الاكسات بتاعتنا والسايد بتاعتنا. هو مديني تو فيكتورز، فيكتور بي اي وفيكتور بي سي، وبيقول لي فايند فيكتور اي سي. هو المفروض فيكتور اي سي ايكوال ايه؟ فيكتور اي سي المفروض ان هو يبقى ايكوال، لو انا قسمت التو فيكتورز كده باخد الانيشال بوينت بتاعته اللي هي ايه، وادي فيكتور تاني كده بتبقى الفاينل بوينت بتاعته سي. البوينت بقى اللي هنا بتبقى زي اللي هنا، يعني ايه ولتكن بي مثلا، يبقى ممكن اقول اي بي بلس بي سي، يعني البوينت هنا اللي هي الاندنج بوينت هنا بتبقى الستارتنج بوينت هنا. طب اما اجي ابص للفيكتورز هم مديها لي، هو مش مديني اي بي ده مديني بي ايه، قال لك طب ما هو اي بي هو البي ايه بس عكس الساينز، يعني ايه؟ يعني ده نيجاتيف 5 4 خليه انت 5 ونيجاتيف 4، طب بي سي اهو 9 1 وخلاص، كل ما عليك انك هتعمل كولكشن 5 بلس 9 ايكوال 14، نيجاتيف 4 بلس 1 هيديني نيجاتيف 3، وابقى انا كده طلعت. يعني الفكره كلها في ان الفيكتور بتاعنا بيبقى الاندنج بوينت هنا اقدر اقسمه تو فيكتورز، بس بشرط الاندنج بوينت هنا تبقى زي الستارتنج بوينت هنا، ولو انا ملاحظ اي سي الاي هنا في الاول والسي هنا في الاخر بس، ولو في بي اي ممكن لو انا عكست الساينز بتاعته يتحول الى اي بي.